أستاذة منى من القاهرة تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة منى، اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيب، بمناسبة بكرة شهر رجب إن شاء الله. وحضرتك طيبة، وأشهر المباركة يملأها الله سبحانه وتعالى علينا بالطاعات وبالأنوار وبالنفحات يا رب العالمين. دعواتك بقى، ربنا كده يرزقنا بابن الحلال ويصلح لنا جميعا يا رب إن شاء يا الله. رب، ربنا يرزقنا النعمة والبركة على الدوام يا رب. اللهم امين. انا بس كنت طالب من حضرتك طلب، انا دايما في الصلاه مقصره، ودايما بيجي لي خمول دايما في بعد المغرب، بنام دايما ما بصليش الا المغرب والعشاء، الا بقى ايه يعني بليل خالص بعد الساعه 2. القران المصحف يبقى في ايديا، عايزه امسكه واقعد اختم المصحف، يعني اقرا مثلا كل يوم حاجه الاقيه المصحف في ايديا ومش عارفه اقراه. مش عارفه تقري، مش حاجه عارفه بتبعدني عنه كده، مش عارفه تقري، ولا بيجي لك نعاس؟ لا لا، بيكون معايا وانا في المواصلات في شغلي، بيبقى معايا لو في عندي وقت فراغ، بيبقى معايا المصحف عايزه افتحه اقراه الاقي فيه حاجه بتبعدني عنه. طيب اولا. ثانيا، انا لما باجي بصلي دايما بنسى، صليت ركعه بالذات 4 ركعات، طب انا غلطت في حاجه، اقوم بعد ما بقول التشهد واخلص التشهد اقوم ساجده ركعتين سهو، هل تبقى صلاه صحيحه ولا حسب انت سبتي ايه؟ يعني خلينا نقول لك، بس لازم نركز، بس في سؤال جوهري الاول خالص. انت سبتي شك ان انت سبتي ايه؟ سبتي ركن ولا سبتي ايه؟ ولا سبتي ركعه؟ يعني انت حاسه، يعني لما اجي اصلي 4 ركعات بحس ان انا سبت ركعه، اقوم مصليه تاني، اقول يا ربي صليت 3 تروح ولا 4. مصليه، يبقى انت لما بتشك ان انت صليتي 3 ولا 4 بتروحي جايبه ركعه وبعدين تسجدي للسهو. بعمل كده، بس ايه بقى، بعد ما بسلم اقوم مصليه تاني، اقول مثلا نويت صلاه العصر تاني، يعني نويت اصلي الظهر تاني لا كده. يبقى حضرتك كده دخلنا في دور الوسواس، وده هو ده اللي انا بسالك. انت عندك وسواس. ممكن دي فاللي بقى حاصل دلوقتي، اللي حاصل دلوقتي بس عشان تكون المساله واضحه، انت دلوقتي انا صليت 3 ولا 4؟ لا انا صليت 3. لا انا صليت، انا شاكه ان صليت 3 ولا 4. طب انا اصلي ركعه كمان واسجد للسهو. خلاص انت عملت اللي عليك والكلام ده صحيح، ما تعمليش حاجه زياده عن كده. لكن ما تعيش اللي هو سجدتين بعد سجدتين بعد مش ركعتين، سجدتين سهو قبل السلام وبس. أيوة. وما تعمليش حاجه تانية، وصلاتك صحيحه وما ومش مطالبه ان انت تعملي حاجه تانية. خلاص. طب في دعاء للنسيان يا فضيله الشيخ، هو ده اللي بتكلم فيه بقى. كل الادعيه اللي هي قريبه من قلبك تنفع في النسيان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثاني المهم اللي أنت ممكن تعمليه عشان النسيان، وده مهم جدا جدا، إن أنت ما تلتفتيش ما تركزيش مع مسألة النسيان، لأن تركيزك مع مسألة النسيان ده بيخليكي تحسي دايما إن أنت بتنسي وإن أنت هتنسي، فيبقى عندك استعداد لدخول الوسواس عليك. فما تلتفتيش للوسواس ده، وخليكي دايما وانت بتصلي تبقي بتصلي وانت مركزه. مركزه ازاي؟ لما تقري الايات تاخدي نفس ما بين كل ايه وايه، وما تقري وما تصليش بسرعه. كل ده لما تصلي بتقعد، كل ده هيساعدك على انك انت ما تنسيش.